نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تطبيق كونفورس كاش غير موجود في جهازك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، من ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق فورس كاش، سوف يظهر على هذا الشكل. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق فورس كاش، سوف يظهرنا على هذا الشكل. سوف نقوم بالبحث هنا عن تطبيق فورس كاش، سوف يظهرنا على هذا الشكل، وإنما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد.